قال ابن تيمية محمد ابن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم وهو معروف بالسخاء والسؤدد ولهذا سمي الجواد. البيت حبا وعرفانا وانشر صحائفهم نورا وريحانا للتقاطم يمنا وإيمانا والله زكاهم وحيا وقرآنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أبو جعفر محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي المدني، هو عندنا أهل السنة من سادات البيت العلوي ومن أعيان بني هاشم من أهل الفضل والكرم، ويعده الشيعة الاثنى عشرية إمامهم التاسع المعصوم، ولا معصوم عندنا أهل السنة إلا جده نبي الأمة صلى الله عليه وآله وسلم. ولد محمد الجواد في المدينة المنورة سنة 95 بعد المئة، أبوه الإمام علي الرضا وأمه سكينة النوبية، ومن أسمائها التي عرفت بها كذلك خيزران، ويحكى أن الرضا هو من سماها بهذا الاسم. وقد كان محمد الجواد صغير السن حين وفاة أبيه علي الرضا، كان ابن 7 سنين و3 أشهر على المشهور. قال ابن تيمية محمد ابن علي الجواد كان من أعيان بني هاشم وهو معروف بالسخاء والسؤدد ولهذا سمي الجواد. فالإمام محمد ابن علي كان من أحد الموصوفين بالبذل والسخاء والكرم، ولذلك لقب بالجواد، ومن ألقابه أيضا محمد التقي ومحمد القانع ومحمد الزكي وغيرها. تزوج محمد الجواد بأم الفضل فلم ينجب منها، واشترى جارية مغربية اسمها سمانة ثم تزوجها، وسمانة هي التي أنجبت له أولادا ومنهم علي الملقب بالهادي. أبرز علماء أهل السنة الذين ترجموا لمحمد الجواد وأثنوا عليه خيرا محمد بن طلحة الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين الذهبي وصلاح الدين الصفدي وعبد الله بن أسعد اليافعي وابن حجر الهيتمي وابن العماد الحنبلي ويوسف بن إسماعيل النبهاني وغيرهم. وعلماء أهل السنة في ترجمتهم لمحمد الجواد ذكروا فضله ومنزلته وجوانب من كرمه وسخائه، لكنهم لم يردوا شيئا عن علمه وروايته، ولعل سبب ذلك أن محمد الجواد لم يعش طويلا، بل مات وهو شاب طري، عاش على المشهور حوالي 25 سنة. عاصر فيها محمد الجواد 2 من الخلفاء العباسيين، هما المأمون ابن هارون الرشيد ثم الخليفة المعتصم، حيث مات في عهده 20 بعد 200. لقد نشأ محمد الجواد في المدينة المنورة وعاش مع والده علي الرضا فترة طفولته، وكانت فترة يسيرة، حيث سافر علي الرضا إلى خراسان حين استدعاه المأمون، وعمر ابنه محمد حين ذاك 5 سنوات تقريبا. فمكث علي الرضا في خراسان ما يقارب 4 سنوات إلى أن توفي في طوس وبها دفن كما مر بنا سابقا. وبعد وفاة علي الرضا توجه المأمون من طوس إلى بغداد، وكتب كتابا إلى واليه في المدينة المنورة يأمره بإرسال محمد الجواد ابن علي الرضا إلى بغداد. قال خير الدين الزركلي محمد الجواد كان رفيع القدر كأسلافه،
ذكيا طلق اللسان قوي البديهة. ومما ورد في ذلك أن المأمون مر على صبيان مرة وهم يلعبون في أزقة بغداد، فلما رأوا الخليفة فروا هاربين، ووقف محمد الجواد وعمره إذ ذاك 9 سنين، فألقى الله محبته في قلب المأمون فقال له: يا غلام، ما منعك من الانصراف؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، لم يكن الطريق ضيق فوسعه لك، وليس لي ذنب فأخشاك، والظن بك حسن أنك لا تضر من لا ذنب له. فأعجب المأمون به وبحسن منطقه. وهذا الموقف ورد عن محمد الجواد كما ورد عن غيره، وإنما أوردته في هذا المقام كما ذكره ابن حجر الهيتمي. وكما أن المأمون زوج ابنته أم حبيب لعلي رضا، فإنه كذلك زوج ابنته الأخرى أم الفضل لمحمد الجواد ابن علي رضا. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن المأمون عقد النكاح لابنته أم الفضل على محمد الجواد في حياة أبيه علي رضا، وهذا يعني أنه كان صغيرا حينها، بينما أذن المأمون لمحمد الجواد في الدخول على ابنته فيما بعد 15200 حين تلقاه في تكريت، والمأمون خارج في العساكر قاصدا بلاد الروم لغزوهم، فدخل بها محمد الجواد وأخذها معه إلى المدينة المنورة. قال الحافظ الذهبي: وكان المأمون قد نوه بذكره وزوجه بابنته وسكن بها بالمدينة، فكان المأمون ينفذ إليه في السنة 1000 درهم أداء كريم، أي يرسل إليه 1,000,000 درهم سنويا، وكان محمد الجواد يبذلها في الناس لكرمه وسخائه. وبقيت علاقة محمد الجواد بالمأمون علاقة طيبة لم يعكرها لا خلاف ولا نزاع. فلما مات المأمون وأتى عهد المعتصم بقي الود والوصل بينهما. قال الحافظ الذهبي: وفد محمد الجواد على المعتصم فأكرم ما ورده. ومن الادعاء البعيد عن الإنصاف اتهام بعض الكتاب للخلفاء العباسيين بدس السم لعلي رضا وابنه محمد الجواد بدون برهان أو دليل، فإن كان هذا قد حصل فمن الذي أعلمهم بذلك؟ وما الداعي للقيام بذلك إن كان المأمون خليفة يحكم الدولة الإسلامية من شرقها إلى غربها؟ أيعجزه التخلص من خصومه إن كانوا كذلك فرضا، فيلجأ إلى تقريبهم منه وتمويلهم ب1,000,000 درهم سنويا وتعيين أحدهم وليا لعهده، بل يدفع إليهم بعرضه ويزوجهم بناته؟ هذا والله بعيد عن أي منطق وادعاء لا ينطلي على عاقل، بينما الوقائع والحقائق التي بين أيدينا تثبت خلاف ذلك تماما والله أعلم. توفي الإمام محمد الجواد في بغداد 20 بعد 200، ودفن في مقابر قريش المعروفة اليوم بالكاظمية بظهر قبر جده موسى الكاظم رحمه الله ورضي عنه وعن آبائه وأجداده. تهتز أغصانا، غنى الزمان بهم للمجد ألحانا، هذه رياضهم تهتز أغصانا، علما وتعليما تقوى وإيمانا، إني أحبهم قربا وإحسانا، إني أحبهم قربا وإحسانا.